لي فان ديالي انا كنلبس امير باش نخرجوا. قولوا لي يا كي جاتكم القميجه ديال امير؟ هانتوما شوفوا راها ماركه. تقولوا لي كي جاتكم القميجه ديال امير؟ صافي دابا غادي نخرجوا. انا لبستو البنات باش نخرجوا. ايوا البنات انا لبست حوايجي، كي جاني الماكياج اللي درتو لراسي لبست. صافي انا غادي نخرج البنات، لبست هاد السروال وغادي نلبس معاه صنداله وغادي نخرج. شوفوا درت فوق عينيا داك اللون ديال التطوان ولبست الازرق. يلاه معايا لي فان ديالي. ويلي غندخل ولدي في حيط. صافي هاك يلاه سيري سوقي. كما كتشوفوا البنات انا دابا خارجه، هانتوما بغيت راياني يصورني. هذه ما عرفتش شنو الزيت يا اختي، بغيت راياني يصورني ولكن راي ندير لايف لان اختي كيبسلوا عليا، بقيت وقفوني في الزنقه فهمتي، ما تناخذش راحتي. داكشي علاش درت اللايف باش يحميني. بغيت راياني يصورني ولكن ايوا يا البنات انا جالسه هنايا انا وامور يا حبيبه ديالي وامي شتو جالسين. سمعتوا البنات؟ ها هو اموري. رايان وريتاج مشاو يلعبوا في واحد اللعبه. رايان مشي يلعب في واحد اللعبه لهيه وانا جلست هنا البنات. كما كتشوفهم ميني بلوك بلي عامره صراحه. بغيت نوريكم الاجواء ديال تطوان ولكن عامره بزاف. مالك باش نلعب؟ علاش باش نلعبوا انا وريتاج؟ صافي اجي تصورونا. هانتوما البنات خرجت رايان يلعب، غنعطيه دابا الفلوس يلعب في واحد اللعبه وبقى معايا. شوفوا البنات انا ديت ولادي يلعبوا ليه وانا جالسه في قهوه، جالسه غير انا وامير ورايان وريتاج. ديتهم يلعبوا في ديك اللعبه شفتوها؟ كيدخلوا فيها لداخل وتيزلقوا. ورايان وريتاج عطيتهم فلوس ومشاو يلعبوا تما وانا جلست في هاد القهوه. صراحه ما عرفتش شنو غادي، ما عرفتش هاد القهوه هادي شنو عندهم. مشهينا كل كلاص.
خرجنا ودرنا صراحة تيطوان الجو ديالها زوين عجبني عجبني حتى انا ظهيره من خاص ما نقاو فيها بزاف مزيانة ماما لكن الدفو ديالها غالية انا ما غالياش بالعكس ما غالياش رخيصة زوين دارنا البنات لايك ابوني بارتاج اشتراك في القناة ماما باي باي مع شنو غنطيب العشاء مين بتغدينا اكلينا حنايا العشاء شي ياخذوا شي حريرة ولا شي حاجة خفيفة ولا بارو ايه